بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي ممكن حد يغش في البرمجة الهندسية. يعني شوف الاوتوكاد والريفيت والماكس والبرمجة الهندسية كتيرة جدا ممكن ينفع الغش فيها. مش بعرفك الحاجات دي عشان تغش، بعرفك الحاجات دي عشان لو حد بعتك اللوحة تقدر تقفش وتعرف ان هو بيضرب. تمام. عموما وانت شغال في الريفيت لازم كله بيبقى تاج، ما يبقاش فيه تكست. تمام. ففي ناس ساعات بتضرب تحط تكست وتضرب تقول لك تكست. تمام. ده مش ده مثلا 3000 هيخليه مثلا 4000 على اساس ان الرقم ده بقى هيحاسب عليه على فلوس مثلا. تمام. وتيجي الدايمنشن هنا ويعمل له روتيت. تمام. ويروح حاطط ال 400 على 300. طبعا لو انت مسكتها في لوحه تعرف ان الراجل ده بيغش، ينفع بقى ان انت تعمل معاه مشكله رهيبه وسهل انها تتقفش يعني. طيب ايه الحاجه اللي صعبه انها تقفش؟ ان انت تيجي على ال 3000 ديت وتدوس عليها مرتين وتيجي تقول له ريبليس تكست وتكتب الرقم اللي انت عايزه ومش هيوافق. يعني هتشوف ليه هم عاملين حسابهم ان في حد ممكن يغش بالطريقه دي. طب انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل بوينت مسافه زيرو زيرو. تمام. المسافه دي العين مش هتشوفها، بس هو في ال يعني العين مش هتاخد بالها منه، بس الكمبيوتر هيوافق لان هيعتبر ان ده مش رقم. ما دام في مسافه يبقى ده مش رقم، فده كده انت غشيت. ولما حد يعمل تكست ده دايمنشن، فما ما ياخدش في باله ان حد بيغش. طب ايه تاني ممكن تغش فيه؟ حاجات كتيره جدا جدا يعني. تمام. ممكن مثلا حته زي دي تديها شكل ماتيريال معين، فهو لما يبص عليه يشوفه ماتيريال بينما انت مديله توصيف معين تاني. تمام. فانت غشيت كده في الماتيريال. هاجي هنا اقول له باي اليمنت اوفر رايت، واقول له مثلا نختار لي الباترن دوت ونختار لي الباترن دوت ابلاي. اوكي. هو في الحقيقه انا ما غيرتش الماتيريال، انا غيرت شكله في الفيو دوت. تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تغش فيها. طيب ممكن نغش في تاني، ممكن نغش مثلا في التاج نفسه. يجي هنا مثلا المفروض ان معروف النيم والنمبر والمساحه، اقول له اديت فاميلي واحط رقم معين هنا او احط بارامتر مختلفة عن اللي المفروض يقراه. تمام. يعني ممكن اقول له انا عايز احط تكست او اقول له انا عايز احط ليبل او ادخل اغير الليبل. تمام. يعني ممكن اجي هنا مثلا على الليبل دوت، ده اللي بيقرا ايه؟ ده اللي بيقرا الفوليوم، مش عايزينه، احنا عايزين بتاع المساحة. تمام. اقول له اديت واقول له ما تقراش المساحة، لا اقرا الكومنت، واكتب انا بقى في الكومنت ده الحاجة اللي انا عايزها. تمام. لود انت بروجكت، احنا شغالين في واحد شغالين في دوت. وبعد كده تيجي بقى هو دلوقتي ما مش قادر معلومة عشان هو لسه ما كتبش انت الكومنت. تعالى بقى ندخل كده على الروم ديت. نعلم كده ونقول له فلتر ونختار الروم بس. الروم عيط يدخل بقى في الاختصاص بتاعته، تقول له المساحة دي مثلا متر واحد أو 70 متر بقى زي ما أنت عايز، أنت وضميرك 700 متر. تمام. فأرى أهو الشكل ده، طبعا ده غش وحرام ومنع عشان فلسفة منه، أنت وضميرك.